لعل فريق دكتور محمد عبد الأحد أستاذ هندسة النانو الإلكترونية في جامعة طهران طور رقاقة نانو إلكترونية التي يمكنها وللمرة الأولى في العالم أن تكشف وتميز الخلايا السرطانية المنتشرة في مجرى الدم من دون الحاجة إلى أي مؤشر بيولوجي. العالم الإيراني الحائز جائزة المصطفى للعلوم والتكنولوجيا عام 2019 يخبرنا أكثر عن هذا التطور العلمي المثير.